الثاني هو الإعلام. عندما نتحدث عن تأثير الإعلام نذكر هنا زاويتين. الزاوية الأولى، الإعلام مؤثر في تكوين الاتجاه. شنو يعني الاتجاه؟ الاتجاه قد يكون اتجاه معرفي، الرأي، تكون رأي تحتاج لإعلام. قد يكون اتجاه نفسي حتى تكون مشاعر، تلهب الناس بالمشاعر تحتاج إلى إعلام. قد يكون الاتجاه سلوكي حتى تريد الناس تطبق وسائل معينة تحتاج إلى الإعلام. الإعلام يثير في تكوين الاتجاه، سواء كان الاتجاه معرفي أو نفسي أو سلوكي. لماذا؟ لأن الاتجاه، ليش الإنسان يختار اتجاه معين؟ لأحد عوامل، إما المحيط، يعيش في بيئة، أسرة، نادي، فريق من الأصدقاء يؤثرون عليه، يغرسون في قلبه اتجاه معين فيتبنى ذلك الاتجاه. العامل الثاني هو الولاء، لأن هذا الإنسان عنده ولاء للدين، يحمل اتجاهات دينية، لأن عنده ولاء لمذهب أهل البيت عليهم السلام، يحمل اتجاهات معصومية، لأن هذا له ولاء للوطن الفلاني، يحمل اتجاهات وطنية، لأن عنده ولاء لعشيرته، يحمل اتجاهات قبلية. الولاء الاجتماعي مصدر من مصادر الاتجاه، ومن أعظم مصادر الاتجاه الإعلام. الإعلام يغزوك حتى على خلاف رأيك. ربما الإنسان أحيانا عند رأي معاكس للإعلام، لكن يتأثر بالإعلام ويغير رأيه. قد الإعلام يغير عقيدتك، قد الإعلام يغير رأيك، قد الإعلام يغير اتجاهاتك التي تبنيتها سنين، قد الإعلام يغيرها. الإعلام قادر على أن يغير الاتجاهات من خلال ثقافة إشهارية، إعلانية، سمعية، بصرية، أفلام، مسلسلات، صحف، كلمات، مقالات، قد تؤثر في تغيير اتجاهك ورأيك نتيجة لقوة تأثير الإعلام ودور الإعلام. لذلك شفنا اليوم إحنا في عالمنا، اليوم العالم نتيجة القفزة الإنترنتية، أصبح العالم قرية واحدة، وأصبحت لدينا ثورة معرفية ما سبق لها مثيل في تاريخ الإنسان. ولكن هذه الثورة المعرفية نتيجة النت لها تبعات خطيرة، منها تأثير الأفلام الكرتونية في نشر ثقافة الشذوذ بالنسبة للأطفال. ترى الآباء لازم يلتفتوا الآن، أفلام كرتونية بديعة في الإتقان، تؤثر في نشر ثقافة الشذوذ لدى الأطفال من حيث لا تشعر الأسر. زين؟ ومن تبعات الدور الخطير للإعلام أنك تجد اليوم العالم الإسلامي من الهند إلى مراكش، أصبح العالم الإسلامي مستورد اليوم، مستورد. أصبح العالم الإسلامي اليوم مستهلك لنتاج غربي ومستورد لثقافة غربية. أصلاً مستسلم العالم الإسلامي اليوم للثقافة الغربية. يعني أصبح الإعلام تكديساً حضارياً لثقافة محددة ومعينة، ألا وهي الثقافة الغربية.